راح الدوري يا اولاد، راح الدوري السنه دي، خذ الزمالك الدوري. الزمالك شم نفسه، كل الشارع عندي زملكاويه يضرب بقو، ما كانوش باينين ليه من كام سنه، كلهم كانوا جوا الجحور زي الفران. طلع لك حس يا زمالك دروك، زمالك طلع له حس، خذ الدوري 13. طب ما احنا واخدينه 43 مره الدوري، ما هيصناش ليه هيز ده دروك. حتى الفيسبوك، كل ما افتح الفيسبوك بيحفلوا علينا الزملكاويه. طلع لكم صوت يا زملكاويه، بطولة افريقيا واخدينها مرتين ورا بعض، سنة واحدة واخدين البطولة افريقيا مرتين ورا بعض، حفلوا علينا. ايه اعمل انا؟ عايز افوق، عايز افوق من اللي انا فيه ده، عايز افوق، عايز افوق، عايز افوق بقى. انا حاسس ان انا في كابوس عايش. الزمالك طلع له حس وخد الدوري، والله عالي يا زمالك. طلع لك حس يا زمالك، حق الزمالك كسبوا الدوري تاني. ها ولا دروك؟ لا دروك، دروك. طب ما انا دروك، انت يعني انت جاي شمتان فيها، يعني انت جاي شمتان فيها يا اخي، ها؟ جاي شمتان فيها انت؟ طب ما عارفين الزمالك كسب الدوري، جاي شمتان فيها انت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا زمالك، خلي الدوري يا عم. الله يبارك فيك يا عم. الله يبارك فيك عليا كمان يا شيخ، وتقول لي ألف مبروك، وعزيني، بتقول لي ألف مبروك. قلت عليه وعلي جوني، وانت عاوز دروك؟ يا عاوز؟ بقول لك. طب ما انا عارف، ما شفت القندل الماتش امبارح، شفته، لكن نعمل ايه في الحكام؟ حكام باطله. وكل امك تمشي من البيت الاسبوع ده، عشان امك تروح من امبارح شمتانه فيه، قلت لها مسكه دروك علي، لما الزمالك خد الدوري دروك قلت لها مسكه علي. عرب مرحبا يا ولد عمي. تقول امك تمشي من البيت اسبوع ما تجينيش لغايه ما اخذ الدرع ده ويخر. النهارده حياخدوا الدرع. الدرع حيطلع من عندنا، حيروح للزمالك. طب امشي من قدام، امشي من قدام. انت ايه جابك هنا النهارده؟ ايه جابك هنا النهارده؟ انت جاي يا ايه قدام؟ جاي شمتان فيك؟ اطلع اطلع، ما تعيش هنا ثاني، امشي عشان يحرقك ويحرق الزمالك. كان يحرقك ويحرق الزمالك معاك. زمالك احنا بتوع زمالك. طب الرفض دي علينا وعلى اللي جابونا. زمالك طلع له حس يا ولد، 13 سنه ورا بعض بناخذ الدوري، ما عملناش اللي هم بيعملوه. كل ما افتح الفيسبوك الزمالك خد الدرع. اما الدرع 43 سنه عندنا الدرع في البيت مركون، خدوه بالحكام هم السنه دي، خدوه بيه. ماشي يا زمالك، ابقى قابلني في بطوله افريقيا يا زمالك، شوف حتعمل ايه معي. برضه انا بطل افريقيا، برضه الاهلي بطل افريقيا، سنتين ورا بعض الاهلي بطل افريقيا، 2021 بطل افريقيا الاهلي. زمالك الله يشقة الزمالك لمبيح، ما تلزمني شقة الزمالك، حتى البلدي ساكنين في الزمالك.